أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا موضوع متفق عليه بين إيران وسوريا، ونعتقد أن لهذه الانتخابات أهمية كبيرة فيما يخص إرساء الأمن والاستقرار والسلام وتحقيق التقدم والتطور في سوريا. نحن مستعدون لبناء علاقات وثيقة مع السعودية، وبالطبع فإن أشقاءنا السوريين لطالما رحبوا بالتعاون بين العالم العربي، ونحن نوافقهم هذا النهج أيضا، ولقد أجرينا بعض الاتصالات مع السعودية، ونأمل أن تفضي هذه الاتصالات إلى تعاون أكبر بين إيران والسعودية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولا سيما في اليمن الذي يعاني من كارثة إنسانية كبيرة. نحن ندعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر، ونرجو من كل من ابتعد عن النضال الحقيقي على الساحة الفلسطينية أن يعود لكي يركز نضاله ضد المحتل الصهيوني. كما ذكر السيد الوزير الظريف، نحن منذ وقت طويل نعمل من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الدول العربية والإسلامية، والاستفادة من كل الطاقات المتوفرة في هذين المعسكرين، ونحن نرحب بأي خطوة تتم في هذا الاتجاه.